شيخ، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار على صف الأول، فبعض الأئمة ينكرون على الصغار يمنعهم من الصف الأول وخاصة الوسط خلف الإمام، فيقول لهم ليس هذا مكانكم، الكبار ما يتقدمون، فما رأيكم يا شيخ؟ نقول للذي يمنع الصغار من الصف الأول أو من الصف وراء الإمام، أين دليلك؟ ليس عنده دليل. الواجب أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه، وقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولا دليل لهذا الرجل الذي يزيل الصغار عن الصف الأول، بل في هذا جناية على هؤلاء الصبيان، جناية عليه، وفيه أيضا تنفير لهم عن المسجد، وفيه أيضا يكره الصغار، بل يكره هذا الرجل للصغار. هذا الرجل يقول لا يزال في قلبه أن هذا الرجل هو الذي طرده عن الصف الأول. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد أنه أمر الكبار أن يتقدموا ليلوه، ولفظ الحديث ليلني منكم أمر للكبار أن يتقدموا، ولم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام. لو قال لا يلني إلا أولو الأحلام كنا نوخر الصلاة، لأنه نهى أن يليه إلا هؤلاء. أما لما قال ليلني منكم فالمعنى حثهم الكبار على التقدم. الكبار. نعم، عن الكبارين. نعم، لو فرض أن الصبي يحصل منه إفساد المسجد أو تشويش على المصلين، فهنا نؤدبه إما بواسطة وليه أو مباشرة، فإن لم يتأدب منعناه حتى من دخول المسجد. نعم. وله علة الشيخ يقول إذا أخطأ الإمام، إذا كان إمام، كيف ولو إذا احتاج الإمام إلى الخليفة، يعني مثلا انقض وضوءه ويحتاج إلى الخليفة، إلى خليفة أن يقدمهم، فالصغار ليسوا يعني عندهم استعداد. أولا بارك الله فيك، متى تقع هذه المسألة؟ متى يحدث الإمام حتى يقدم يحتاج إلى تقديم أحد؟ أو متى يدخل في الصلاة ناسيا حدثا؟ متى تكون هذه؟ عرفت؟ أسألك متى؟ يمكن بعد السنة مرة. أما أنا الآن لي في المسجد أكثر من 30 سنة، ما عمري حصلت هذه أبدا، وغير مثلي. هذه واحدة. المسألة الثانية، لا بأس أن نقدم الصبي إذا كان قارئا للقرآن، لو ماله إلا 10 سنين نقدم ويصلي بالجماعة، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم أكثركم قرآنا. وعمرو بن سلمة الجرمي لما كان ذكيا، وهو ابن سبع سنين ذكي، يتلقى الركبان ويأخذ منهم القرآن، فلما جاء الخبر عن الرسول أنه يؤمكم أكثركم قرآنا، نظروا في القبيلة لم يجدوا أكثر من هذا الصبي قرآنا، فقدموه يصلي بهم بقبيلة وهو ابن 6 و7 سنين. هذا في البخاري. وكان عليه إزار قصير، إذا سجد ارتفع مع السجود حتى تبدو عورته، فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو يصلي بالجماعة، الصبي هذا، فقالت لهم غطوا عنا استقارئكم. الست هي الدبر، ما هي القبل، بعرفنا أن الست القبل، قبل المرأة، وهو ليس كذلك، الست هي الدبر. فلما قالت هذه امرأة تصيح تقول غطوا عنا استقارئكم، اشتروا له إزارا جديدا. قال فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الإزار. الله أكبر. نعم، الله المستعان. نعم، جزاك الله خير شيخ. ها؟ أيه، 7 سنين 6 سنين. التمييز ما هو؟ التمييز غالبا في 7 سنين صح، لكن قد يميز الصبي وله 5 سنين. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت مجة
مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فبعض الصغار يكون ذكيا يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ 8 سنين وما يميز بليد.